مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه وعافيه. هي مثل الرساله، البعض من الناس يعني انه لا تحشون شيء من كيفكم اذا ما تشوفوه بعينكم، تمام؟ يعني هواي تفاصيل انا يعني ما احب احكي بيها، بس هذا الحكي اللي دا اقصد بيه كم شخص راح يعرفون انا شنو اقصد. من ما تشوفون شيء بعينكم لا تقررون. أنا إنسان ملتهي بشغلي، مش ملتهي بطبتي، بطلعتي، بأصدقائي، بسفري. هاي مواضيع المشاكل بالسوشال ميديا والحكي الزايد أنا كلش ما أحبه وكلش بعيد عنه، وأبد ما فج قد صارت سوالف، قد صارت أمور وكان لازم أطلع وأحكي بيها ما أحكي بيها أبد. ليش؟ لأنه أول شيء أنا ما أتعكز على مشكلة، ثانياً أنا بعيد عن هاي الأمور. ما فد يوم شفتوني طالع بالسوشيال ميديا ومسوي لي مشكلة ومسوي لي عركة، وهي ممكن تكون تمثيل، لأنه هاي ناس دا يسوون هاي التفاصيل في سبيل مشاهدات، في سبيل يسوون لغط. أنا هاي الأمور ما أتعكز عليها أبدا لو مهما يصير. صار موضوع يعني ما أريد أحكي بيه، والموضوع ما انتشر بصراحة، يعني اكو فئه قليله ظلوا يحجون. لا تحجون شيء انتم ما شايفين، لا تحجون شيء من كيفكم. اتمنى يعني بالقران الكريم، وما راح اتعكز على احد ولا اخلي احد يتعكز علي يدور مشكله وياي في سبيل يطلع ويحكي، تمام؟ بوسه. او شو تريد؟ عمي علاوي ده يحب ويريد يتزوج. تزوج رائد. شو تريد علاوي؟ تعال احكي وياك. تعال تعال يمي، تعال خليني افتح الكاميرا. انت شنو تريد تتزوج؟ من هي تريد تتزوجها؟ مريم. منو؟ انت شنو ده تحب؟ مو بعدك صغير؟ شنو مريم؟ شنو مواصفات؟ شنو مواصفات مريم؟ شعرها اسود. شعرها اسود؟ لا. لا ابيها لون ذهبي. ذهبي؟ وعيونها. لك انت شنو؟ العيون لمعت وع العيون. زين خل اشوف لك غيرها. تشوف لك غيرها؟ هاي شلون؟ تعال منا شوف شلون. قوية يعني. ابوك ابو فتيان يعني. يعني ارمش وثياب الفرح درعي على صدري، تسأل شقد العمر صاحب حرب عمري، شعبان وبقت كربلا وبس كربلا بكبري، يم الفرات احفر نهر وما يدم يجري، خيلها بيني وبينك راح اطشر سنين. وبهذا الفيديو راح نستقبل اسئلتكم، خلوا اسئلتكم بالتعليقات وراح اجاوب عليها. وبهذا الفيديو والله حاليا ابو علي بسابع نومه. هو ما دق علي اليوم، مش عاجب حيدر ابويا ما دق علي اليوم. انا مضطر حاج مو قلت له احتمال الثنتين. اي ما انا قلت احتمال ابات يم حيدر الطائف، هو يثق. قايل له مطير. هو يثق بيك اكيد. مصدق. بس حيدر انا ما راح اكمل نومتي يمك، اطلع لانه اردت مي ما جبتوا لي. برشلونه. كفو حيدر، انت شدك بالتشيك؟ ها تشيك فلوسي نقص. شلون تشيك فلوسي؟ يعني سايت حشيشه؟ هلا مسافر لو بس سايت حشيشه بشرفك. هاي حشيشه؟ لا ليش فلوسي انا قاعد بالتشيك؟ وتريد تشيك بالتشيك؟ لوتي كورثة. لوتي لوت اخ الله. اشياء الكترونيه. شنو يا حبيبي؟ شنو؟ الضحكة التافهة اليوم نازلة علي تفاهة. قول تفاهة لو برتقالة. لا قول تفاهة لو برتقالة. يلا قول. والله يا ضلعي وزني كان 67 وهسه 77 واصل 85. ذكروني شو وقت ما ادري، اي قناه ما ادري.
الله كريم. والله بصراحة يعني كرأيي الشخصي أنا أشوفه 30 و31 كلش مناسب. كوري برأيك شنو أحسن عمر للزواج؟ 30 و31. متهم؟ قول زين. هسه إذا أنت عمرك 30 سنة الزواج؟ والله كذاب. والله كذاب. كوري واقع يحب يحب بدي أحكيها متعاركين صالحتها. وينك واحد يتعرف على واحدة بالباص؟ الكذاب ما رايد تهب بس رايد تهبيني، والمشكلة دمنتك بعد مثل الجيجارة تنفسك ارتاح وتهبيني. ودوا الهياء. والله كان حلمي أصير لاعب، وجتني فرصة ولعبت للطلبة، ووقتها كنت صغير سحبونا مال منتخب ناشئين جابوا 100 لاعب اختاروا 23 واحد من ضمنهم أنا. بس بديك الفترة كانت الوضعية مو تمام، والدي ما خلانا أكمل مع الأسف. كنت كلش أحب أكون لاعب. طبعا هسه ساعة 3 بالليل وضوجي وما نعرف شنو نسوي، وباكر عندنا شغلة ساعة 8 الصبح. الصبح حلوها ما الصبح ما راح عايتها. عندنا شغلة ساعة 8 الصبح دون الله يسهلها. فكوري هسه المفروض شنو نسوي احنا ضوجي؟ ما ضايج. انت ماي على حيدر؟ انت ماي على حيدر؟ حبيت هذا المشروع بس لا معود هذا يظل يقمز ما فيه حل. اقترحوا لي شو نسوي؟ والله لا والله هو ما حكى بس قال لي احلف انت صدق رايح بحيدر. ما ادري ليش ما ابوي شايف علي شيء، ما اعرف ليش هيك ما يثق بي. هسه راح يشوف السنابات وراح يثق من بيت حيدر. حيدر عرفنا نام قاعدين انا وكوري ما نعرف شو نسوي ضوجه. الله يساعدك وربي يشافيك، واتمنى من كل شخص يشوف هذا السناب يدعي لك بالصحه والعافيه. الله يقويك ومشافه ان شاء الله. الله يساعدك. موقف مهرج خل احكي لكم هذا الموقف. جيت بالكليه فطلعنا انا ولا صديق اسمه ياسر، احنا على اساس نتغدى. فنزلنا بالمطعم طلبنا اكل، نزلنا اكل تغدينا قعدنا نسولف، وصل وقت الحساب. الصدفه اللي كانت انا كنت شايل محفظتي بس الفلوس كانت بيها، بس وين راحت الفلوس ما اعرف. وراها رجعت البيت لقيتها بالبيت الفلوس، ففلوس كنت ما شايل. نفس الموضوع صاير ويا ياسر، بس ياسر ناسي محفظته. كان زين احنا هسه شرد اسوي؟ انا ظليت صافن شلون افاتحهم بالموضوع ايش نحكي شو نقول. المهم يعني انا كلش استحمل هيك مواقف. فياسر راح للولد قال له كابتن هيك هيك موضوع صار ويانا، هذا تليفوني وهاي هويتي مال الكليه، انا ساعه واجيك. فبقت هذا الموقف كان كلش مهرج. وبس الولد للامانه ما اخذ لا تليفون ولا المحفظه، قال روح محللين وموهوبين. وبعد ما ادري ياسر ودى الفلوس. حاليا كل اغاني حمزه المحمداوي اموت عليهن، يعني مو لانه الولد صديق وقريب عليه، بس بالقران هذا الولد يعني فنان ويعرف شنو يختار. يعني ماكو اغنيه نزلها لحد الان مو حلوه، وماكو اغنيه نزلها لحد الان ما ضربت. كل اغانيه احبها واموت عليها، وهذا الشخص اموت عليه كلش قريب عليه. والله بصراحه لا يعني نو، بس احب يكون كلش قريب على عمري. والله هم شي عيونها حلوة. والله كوري سأليني سؤال أنا عصبي لو هادئ؟ لا كلش هادئ. بالعكس صحيح. نقول له لابد يجيبك يوم وبهاي ذلك، درب الكلب معروف ما حاجة أقول لك. درب الكلب وين؟ معروف وين؟ القصر. نوم ماكو. نكمل فقرة الأسئلة. يعني على طار القيمة، أي واحد قريب على المنصور يسوي قيمة قبل يدز المحل بدون ما يقول لي بشرفكم. يعني بالعكس هذا الشيء كلش حلو صراحة. هذا بالقرآن الكريم قبل شوية بهذا الموضوع. قبل شوية كنا نحكي على شنو؟ مدرّح المكة.
العمره قريبا. بابا شفت ابويا بالمنصور، ابويا شايفيه بالمنصور، وابويا ما قايل انا بالمنصور عده شيء، واذا ام خط احمر حجي. بغض النظر انه هو اعلان او لا، بس بالقران الكريم واحد من افضل المنتجات اللي دا استخدمها الشعري. بعلوش الامير والله مشتاقين لك بعد روحي استاذ تمتم غالي غالي تو القران غالي استاذ الورد وافي وافي التوافي بالقران يا ربي يا بعد روحي بدو العمر. شكرا شكرا كافي وايد اني كافي وايد اني يكبسونك بالتيك توك يكبسوني ان شاء الله اكيد. الله حبيبي رحم الله وجهك اسود اهم شيء اسود تسود اكيد حبيبي علوش علاوي حال النواهب من اخويا خوش لا رحم الله والديك والله قلبه شيء قلت شغله بيميني ما يعرفوا اي يقول صباح الخير بالليل مثل صباح الخير بالنهار بس الفرق بالنهار تطلع شمس وبالليل ماكو اي حمس 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 حمس